تعالي تعالي ايه يا ابو زكري الحق عامل ايه ابو كريم بيكلا ليه يا بوي عشان خاطر الموضوع اللي انك انت حكيت فيه قبل كده حكايه الارض وحكايه الورس رحت حكيته وحاله في يمين ثلاثه ما لقيت لك دلوقتي على كده بيكلا هو قال كده اه اخويا قال كده الحق انا قلبتك في الوقت وعملت اللي علي اخوك طلع عقله تعبان ولاسع وشاف القنوات هو اللي جاي يخلص عليك عشان يكوش على الارض كله يبقى انا كده كده ماشي حاجة يبقى انا اللي كنت ناوي اعمله اعمله بس خلاص وريح الناس كلها منه بالمره حتى اكتم عيال ومرته دي انا حبيت انبه كده عشان خاطر انا ماليش في الكلام ده انتوا براحتكم بعد كده انتوا اخوات وتصالحوا مع بعض تتصافوا وتموتوا بعض انا عمي ماليش في الجد ولا ماليش في الموضوع ده يا دوب انا غيرت هدومي وجيت لك جير عليك والسلام عليكم انت في بركه ابو زكي توقع الله انت ابو زكي رايح فين؟ تعال يا رايح عشان تحضرنا انا وصاحبك زي ما حضرتكم فيها زي ما قلت لك يا عم اتغدى بيه قبل ما يتعشى داي لا يا اخي تعال ما توصلش للدرجات دي تعال ازيك يا ولد ابوي ابو والده خير يا ابو والده مفيش خير بيننا يا ولد ابوي الدنيا دي ما تسعناش احنا الاثنين يا انا يا انت فيه هتعمل ايه يا ابو كريم؟ لازم اخلص عليه يا ولد ابوي دي لا انا كنت احبك بس العيب في اللي وصل لك ان انا اكرهك يا ابوي انا كنتش عايز منك حاجه وربنا يخليك يا عيالك يا ابوي بس العيب في الراجل الفتنه اللي اسمه مزيكا انا وانا مش مصدقك يا ولد ابوي ويا وارث من يورثك يبقى تعالى قابلني في جهنم يا ولد ابوي حاجه ولا ايه